تعليق يا حضرتك. والله لا أصدق أنه في مثل هذه اللحظات اللي يحيط فيها الخطر بالوطن، اللي التآمر وإيه إن مصر وقفت. هي 30/6 كانت ليه؟ هي 30/6 كانت ليه؟ مش كانت لأن في جماعة استأمنها المصريين، جماعة كان منهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، استأمنها المصريين ووثقوا وأيدوا اللي خرج عشرات الملايين، اللي خرج الأرقام دي عشان تسقطهم حفظا على وطن وترابه اللي كان حيتباع، والتهديدات اللي حصلت كلها، اللي خلى العشرات الملايين دي تخرج. هل لو كانوا أمناء، لو كان حس الشعب ده ان في أمانة على بلده وعلى تراب بلده وعلى حياته، كان خرج وأسقطهم؟ 30/6 تتعاد ليه؟ 30/6 الشعب خرج ادى في يوم شرعية ثم سحبها، لقى هذه الجماعة وأتبعها ومن منها ومن يؤيدها ومن يحمل أفكارها لا يصلحون، ويهددون هوية هذا الوطن، يهددون وجوده. دي 30/6 اللي استدعوا في اللي دعمها جيشهم الوطني، اللي استدعوا فيها هذا القائد الأمين المستأمن الذي يمضي الآن محققا وسط كل التحديات وسط كل المخاطر. يعني الخطوات اللي بتقطعها مصر اللي يعني هذه شهادة بعض من كانوا ضد هذا الوطن، ان الزاف وسط كل هذه التحديات تمضي مصر، تبني وتحقق، وهناك مشروعات قومية، وهناك مواجهات لكل هذا. دي لحظة بتاعت الأمناء، دي لحظة اصطفاف وطني. ولما بنقول اصطفاف وطني مش معناه اللي عنده رأي يختلف انه ما يقولوش، لكن تقوله وانت بتبني، تقوله وانت بتحافظ على هذا الوطن، تقوله وانت مدرك المخاطر وعارف قد ايه. عارف هي بقت حكاية خافية على حد، ده إسرائيل. يعني بعض الكلام لو اختلفت الألفاظ لكن المعاني واحدة. الالتفاف حول مصر اللي بيلتفوا من مياه النيل، واللي بيلتفوا بيقولوا مشروع استبدال الأراضي في سيناء لازم يتم قبل ما تنتهي 2016، يبقى بعد وليبيا احنا شايفين فيها ايه، وده في ايه، وسوريا فيها ايه، اللي بتحاول مصر تقف مع الشرعية مع جميع الأشقاء الأعزاء في كل هذا الوطن اللي اشتعلت النار فيه كله، ودماء أبناء ومخطط مش الفوضى الخلاقة، العنف الخلاق، عشان تترسم حدود جديدة بدماء أبناء هذا الوطن كما يحدث. مين اللي وقفت بقى صلبة؟ مين اللي وقفت؟ بلدنا. اللي يقف دلوقتي ويقول تعالوا بقى نقلب، وتعالوا نشق الصف، وتعالوا نعمل المعرفش ايه اللي انت، لا، يبقى ده اتفاق مع هذه الأصوات، اتفاق مع هذه الدعوات. الأمناء النهاردة يقفوا لهذا الوطن، يقفوا ايديهم في ايدين بعض، وهم ممكن يختلفوا، وهم ممكن يعبروا عن ارائهم، وهم ممكن ينقدوا النقد اللي يبني، النقد اللي يدعم، النقد اللي يضيف ويزيد. انما اجي دلوقتي والاخطار دي كلها طاحت، والاعداء لم يعودوا دلوقتي لابسين اقنعه، وكاره هذا الوطن مش لابسين اقنعه، والكل بيتكلم، ووقفه مصر هي الخنجر اللي دخل وكسر. ليه ما تقالش وما قالتش كلينتون ان 30/6 هي دي اللي وقفت لنا المشروع اللي في الشرق الاوسط؟ دلوقتي ماذا تعني اي فوضى؟ دلوقتي ماذا يعني اي اضطراب؟ دلوقتي ماذا يعني تقسيم اي صف؟ دلوقتي ان انا احقق ده كله، ان انا اعمل ده كله، ثم باسم مين؟ باسم مين الدعوه الانتخابات الجديده؟ باسم مين؟ فين هي اللي 30/6 اللي صنعها عشرات الملايين من المصريين؟ مش كده برضو؟ 3/7 مش كده برضو؟ حرب على الإرهاب، وحرب على الفساد، وحرب على الكارهين، وحرب على وظروف اقتصادية، وطبعا احنا شايفين اللي بيتعمل، وده كله. أقوم ليجي تطلع أصوات، أي صوت دلوقتي يحاول أن يثير فوضى،
يكسر وحدة الصف، يدعو لاضطراب الشارع، يصير فتنة، يبقى بينضم لكل هذا المحيط. ولكن في الآخر عايزة أقول إن أصحاب الثورة، أصحاب 30/6، هم عشرات الملايين، هم عشرات الملايين اللي خرجوا واللي استدعوا جيشهم ونصرهم، ووقف هذا الجيش الوطني معهم واستجاب لهم هذا القائد الوطني الأمين. إذن هناك اصطفاف وطني باسم مين بقى؟ أي حد يرفع دعوات إثارة فوضى. أنا بقول الأمناء الآن، اللحظة لحظة الأمناء. أما الأصوات الخارج، أما الأصوات التي تدعو لمثل هذه الدعوات، الدعوات اللي بتدعم كل هذا الخراب الذي يراد بهذا الوطن، والذي بإذن الله لن ينال منه ولن ينال مآربهم أبدا، بتوجهني هذا الشعب كفيل به وسيمضي للأمام بإذن الله. وبإذن الله أمال هذا الشعب في الاستقرار، في الاطمئنان، في لقمة العيش الآمنة، في أنه يشوف مستقبل ولاده، في أن ولاده يشتغلوا من أيديكم وساعدوا في ده بدل ما تساعدوا في الخراب وفي التخريب. أستاذة سكينة فؤاد، بتوجه لك بالشكر.